السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيف الحال؟ نظرا لطلب بعض الأصدقاء يعني كيفية عكس اتجاه الدوران أو السونس دو روتاسيون دان فونتيلو مونوفازي، يعني ديال شي فونتيلو ديال 220 على بركة الله. كما كتشوفوا هنا لي بون كونيكسيون، اي عندنا كوندونساتور، كوندونساتور 3 ميكروفاراد. كنت عندنا الفونتيلو 3 سنتيم نورمالمون البرونشمون اللي غادي نعملو كابون لو بلو أو لا كريم أو الكريم التالي نوتر، وعندنا القهوي البراون وي جاينا من الكاباسيتي كوندونساتور، عندنا الكحل بلاك هو اللي داخل النيشة الموتور، اي لاتير هو يلو كرين هو الاخضر والاصفر. كيما كنشوفو هنا عندنا عندنا براون اللي داخل الكونديساتور، عندنا اللي مشى ديريكت الموتور. نورمالمون في البرونشمون هادي اللي عطينا في الكابون نديرو نوتر يعني الطور والأحادي، الطور عفوا هو الفاز والأحادي هو النوتر هنا، ويقوم بالروتاسيون في السونس ديال النورمال ديالها على حسب ليزيليت ديالها. هادو هادو ملحة مع عقارب الساعة، إذا بغينا نرجعو عكس عقارب الساعة يكفي أننا نبرونشيو الفاز بالموتور أسود داخل ديريكت الموتور، ونعطيو هاد القهوة براون اللي جاينا من الكوندونساتور، وبهكا تنكونو قلبنا السونس الفاز اللي داخلنا في الكاباسيتي أو الكوندونساتور. هادو هما الملحة عكس عقارب الساعة، يعني شيء بسيط إلا أن بعض الزملاء سألوا كثير من الناس كيف يمكن أن يكون هناك